يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص توفي وعليه يمين، فهل يؤدي هذه اليمين عنه أبناؤه بعد موته مع العلم؟ رجل توفي وعليه يمين، فهل وعليه يمين يعني كفارة يمين، الظهر أداء حلف، حلف يمين، إيه يسأل عن كفارة، عليه كفارة يمين؟ لا ليس هذا، إيه إذن مات هو يمينه اشتريبه، إن كان عليه كفارة ولم يؤديها أديها عنه. نعم. يقول نحلف عنه، هل لنا أن نحلف عنه؟ عليه يمين إيش؟ ماذا قالوا؟ عند القاضي. هذا الظاهر. نعم. خلاص انتهت الخصومة، إذا مات الخصم انتهت الخصومة إلا إن كان موكل. نعم.